الطبعة الثامنة للصالون الدولي للرسوم المتحركة انطلقت اليوم بالعاصمة برياض الفتح، وعطى وزير الثقافة عز الدين مهوبي إشارة انطلاق التظاهرة بحضور بعض ممثلي السلك الدبلوماسي في الجزائر. المهرجان يؤكد دعم الوزارة لهذا المهرجان الثقافي الناجح، وميزة هذا المهرجان أنه منذ سنوات وهو يعمل كل سنة يتطور سنة بعد سنة، وأنه في كل مرة فيه ضيوف جدد، وأنه في كل مرة فيه أيضا تجارب جديدة وأفكار جديدة تطرح. كوريا الجنوبية حضرت كضيفة شرف لهذا المهرجان في طبعته الثامنة، وسيقدم ممثلوها العديد من الأعمال بالإضافة إلى الدول الإفريقية الحاضرة في التظاهرة. هذه التظاهرة فرصة لتقوية العلاقات الثنائية بين الجزائر وكوريا الجنوبية، كما أنها تدخل في إطار تطوير الجانب الثقافي بين البلدين. مشاركتي في مهرجان فيبدا بغرض تقديم أعمالي وعرض ما يقوم به الفنانون الأفارقة وتقديمها للعالم الخارجي. الصالون الدولي للرسوم المتحركة في طبعته الثامنة سيكون فرصة للشباب المشارك فيه لتبادل الخبرات والتجارب في مجال هذا النوع من الفنون التي صارت تستقطب اهتمام الجميع، فلا تفوت الفرصة لحضور ما يعرض برياض الفتح من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري.